طيب الان نبدا هلا رح ناخذ ديزاين اكسرسايز بركز بيبدا من البدايه من البلانت لما تكون اوبن لوب من فكره السيستم داينامكس رح نمشي فيها شوي شوي لحد ما نوصل في النهايه نحقق رايز تايم واوفر شوت وستدي ستيت ايرور اوكي كلهم سيمولتينسلي ورح نشوف ايش المشاكل اللي بتصير معنا. رح بدينا هلا الان بسيستم عندي هذا السيستم فيه السيستم هذا هو عباره عن تو فيرست اوردر سيستمز. شو صار هو السيستم اذا سكند اوردر اوكي بس انا بحب انك تشوف فيزيكلي بايدك تشوف هدول ريل بولز مزبوط ريل فاليوز كل واحد من هدول ريل فاليوز هدول تو بولز واحد البول تبعه قديش قيمته ماينس 1 ايش الوحده راديانس بير سكند هذا له بول هذا بعطيني سنجل بول هو فيرست اوردر سيستم وستيبل طبعا السيستم ستيبل لانه البولز الاثنين وين نيجاتيف في الليفت هاند سايد نيجاتيف مزبوط اذا هذا ماينس 1 راديان بير سكند هذا فيرست اوردر سيستم شيء بالبلانت موجوده في, في في شركه في شيء في مصنع في عمليه في بروسيس معينه فيها ماينس 1 راديان بير سكند وفي جزء ثاني من البلانت انا حاطط 5 بس عشان يكون هذا في النهايه الاوتبوت يروح لواحد اوكي بس الخمسه عبلت الخمسه اللي هون بس هي قديش هون البول الثاني ماينس 5 راديان بير سكند اوكي فعلى الروت لوكس هذول الاثنين اون ذا ريل اكسس السيستم هذا هون اندر دامت ولا اوفر دامت لما يصير سكند اوردر سيستم لما بتمشهم بصير سكند اوردر سيستم اندر دامت ولا اوفر دامت اوفر دامت لانه الاثنين وين جايين تو بولز على الريل بارت على الريل بارت اوف ذا ريل اكسس اوكي مزبوط اذا هذول لو بدنا نلخصها من ناحيه روت لوكس هاي البلانت بدنا نلخصها روت لوكس راح نقول انه هاي عندي هون هاي سيجما هاي جي اوميجا في عندي بول هون وفي عندي بول هون هذا ماينس 5 راد بير سكند وهذا ماينس 1 راد بير سكند وانا ليش حبيت افرجيك اياهم هون حتى تحس انه السكند اوردر سيستم يعني ما دخلتك انا في اندر دامت او شيء فرجيتك تو سيستمز واضح شو فيرست اوردر سيستم فالريسبونس هذا لو دخلت عليه ستيب راح يكون هذا لحاله الريسبونس لستيب راح يكون هيك وهذا نفس الشيء الريسبونس لستيب راح يكون هيك مزبوط مش هدول الاثنين فيرست اوردر سيستمز بس لانه حطيناهم ان سيريز مع بعض تحول السيستم ل سكند اوردر واضح انه هذا السيستم اوفر دامت مزبوط اوفر دامت فالريسبونس تبع السيستم هلا راح نشوفه كيف شكله ما راح مش راح يكون في اوفر شوت بالحاله هاي مزبوط هلا دخلت انت على صاح عند صاحب المصنع قال لك تعال شوف هالسيستم في عندي سيستم بطيء فلما جينا شغلنا السيستم نشغله مثلا لمده 10 ثواني عملنا له ران اوكي فانت عملت له سويتشينج اون عملنا له سويتشينج اون ات تايم 1 ات سك 1 سكند اه وعملنا ران للسيستم شغلته اذا شغله هو الصبح قال لك شوف السيستم هيني بشغله وبنراقب الريسبونس طبعا انا حاطط هون مالتي بلكسر بس عشان نشوف نقارن الانبوت بالاوتبوت لانه في كوزاليتي مش هيك الاوتبوت ما صار الا لانه في انبوت والانبوت عباره عن سويتشينج اون من 0 ل 1 بس شغلنا السيستم اعطيناه الانبوت اللي بيطلب منه انه يشتغل عم بعمل رن مش هيك؟ اه وقف ليش وقف؟ انا عملت له ستوب ولا ايش؟ هاي طلع السيستم هذا واضح، ولاحظوا على فكرة بتعرف انه سكند اوردر تطلع هون شايفين هاي كيف جاي هون؟ هذا سكند اوردر مش فيرست اوردر سيستم حتى تميز صعب تميز غير تشوف هاي بس هاي تبين انه هو سكند اوردر سيستم بس اوفر دامت اوفر دامت سكند اوردر سيستم صاحب مصنع بقول لك انا هذا السيستم بطيء جدا الرايز تايم هلا عندي لو اخذت من 10% ل 90% راح يطلع تقريبا من 1.2 لتقريبا 3. لتقريبا 3.2 يعني حوالي 2 سكند هو بده اياه 200 ملي سكند اوكي هيك الريكوايرمنت فهو بده الرايز تايم تي رايز يكون 200 ملي سكند هلا هو حاليا الرايز تايم في الحال هاي الحاله حوالي تقريبا 2 سكند هذا غير مقبول فهلا انت درست كنترول ركب لي اعمل لي كنترول عملت هلا احنا قبل ما نبدا هلا ممكن نحط الروت لوكس خلينا نبدا انت اجيت هلا حطيت حطينا كنترولر واضحه شو المشكله على فكره فيش عندي ستيدي ستيت ايرور اه اوكي ملاحظين بس ليش دكتور ما في انتجريتر اه ما هو اوبن لوب سيستم اوبن لوب لما بسكر اللوب بصير في عندي ستيدي ستيت ايرور اوكي ماشي اذا اجينا هلا قررنا بدنا نركب كنترولر بدنا نركب اول ابسط انواع هاي رح نركب بروبورشنال كنترول وهدفنا نوصل رايز تايم بقدر 200 ملي سكند صاحب المصنع ما بيعرف عن شيء اسمه اوفر شوت لسه ما شاف مصايب الاوفر شوت اه فما حدد لك شيء هو حدد لك بس رايز تايم
خلينا الان بنحط هلا بنيجي بنحط فيو لايبرري براوزر راح نحط راح احط هون هلا summing point subtractor وين subtractor هي sum راح نحطها هون اوكي وهاي راح احطها هون اذا هون بدينا نبني احنا كنترولر وفي عندي طبعا actuator راح يكون هون خلينا احرك هاي وراح نحط الان proportional controller هاي نيجاتيف فيدباك مش هيك لان البوزيتيف فيدباك شو راح يعمل راح يخلي السيستم انستابل على فكره البولز هذول واحد منهم راح يروح هناك لو عملنا بوزيتيف فيدباك مش هيك ما بنفعنيش بوزيتيف فيدباك اذا وراح ناخذ الان هاي الاوتبوت تبع البلانت هلا احنا متخيلين انه ركبنا سنسر وعشان انا اكد لك انه في سنسر راح احط ترانسفير فانكشن مقدارها واحد اظن بنقدر نحط ترانسفير فانكشن مقدارها واحد واحد على واحد بتطلع بس حتى ناكد انه هي كوبي وراح اعملها فليب هاي بس عشان نضل نذكر نفسنا انه اذا في سنسر لازم يكون في له ترانسفير فانكشن هو عادة صحيح ترى حتى اذا كان له ترانسفير بيكون البولز تبعته يعني تمام اذا كان مثلا الريدينس بير سكند تبعته مثلا 20 معناها هو البول تبعه اللي بعطيني ترانسوسر 20 راديانس بير سكند ممكن اهمله ممكن اوكي يعني لو كان هذا الترانسوسر اللي شفته هون حطيته وجدت انه البول تبعه القاعده بتقول 10 اضعاف اهمله يعني اذا كان مثلا اعلى واحد 5 وكان هذا 50 راديان بير سكند بقدر احمل الترانسوسر بس انا هلا راح افترض انه هو اني اهملته وراح اخلي هاي واحد على واحد فهي راح تكون هي السنسر او الترانسوسر ترانسيوسر بغض النظر ايش البروسس اللي عم بقيسها انا واذا ترجع على الميكاترونيك سيستم من هون في عندي الخط اللي بيفصل ما بين الفيزيكال الخط اللي بيفصل بين الفيزيكال والالكتريكال هلا هون عندي هذا واحد واحد فراح احط هذه كانها واحد على واحد ما فيش عندي اس لا فوق ولا تحت اوكي بس حتى نذكر حالنا انه هاي اتش اوف اس بتساوي واحد ما لها اثر على السيستم داينامكس وراح اجيب الان بروبورشنال كنترولر بس راح يكون جين تمام هلا بعد الجين المفروض بعد البروبورشنال كنترولر في عندي اكتويتر راح يكون كمان راح نحط هو راح مش راح احطه هون بس انتم عارفين انه واحد لواحد هلا اذا كان مثلا فاريبل سبيد درايف مع موتور راح يكون في له ترانسفير فانكشن بس انا اهملته الان هون بس هو اذا بدنا نشتغل مضبوط هذا راح يدخل كمان اثر بس عاده بيكون ابطا شيء في السيستم هو البلانت فبكون هذوك البولز بعاد مين البول الاقوى دائما اللي بيكون اقرب للجي اوميجا اكسس البول اللي بيكون اقرب للجي اوميجا اكسس هو بيكون ذا مور دومينانت فاي بولز بعيده بيكون اثرها اقل هاي هيك صار عندي هاي اكتمل الكنترولر وانا راح افترض اني حطيت اكتويتر انا بين الجين والبلانت يعني هاي الكنترولر بالبيك موجوده وفي هون بالبلانت في اشي هون هو راح يعطيني اذا بدك حتى ها حتى نكون احنا او مش راح احطها هلا راح نحطها بعدين اوكي هيك جاهزين احنا نبدا انت حطيته بي مش عارف انت شو تحط حطينا كي بي اوكي ما بنحطه زيرو اذا حطينا زيرو برجع للاوبن لوب كانه اوبن لوب فاحنا سكرنا لوب بدنا نشوف هلا الريسبونس اللي بصير عندنا هلا ايش بنلاحظ بالسيستم؟ ستيدي ستيت ايرور عالي صار عندي ستيدي ستيت ايرور، لاحظوا هاي احد الاشياء اللي بتصير بالفيدباك اول ما بسكر اللوب، ما كان عندي ستيدي ستيت ايرور، هلا عندي ستيدي ستيت ايرور رايز تايم بطيء، اذا ايش راح اعمل؟ ارفع الكي راح نرفع كي، راح نبدا نزيد كي، فبنبدا نزيد كي، هلا البولز عمالهم بيتحركوا باتجاه بعض في مرحلة معينة راح يوصل السيستم يصير كريتيكلي دامت خلينا نحط خمسة أنا هون عم بعمل ترايل اند ايرور، بس مهم إنه نفهم الفكرة كل هذا انتم بتعرفوا تحسبوه من الروت لوكس مثل هلا تحسن الوضع مزبوط بس لسه في عندي ستيدي ستيت ايرور والرايز تايم ما اظن لسه تحقق الرايز تايم هلا بنشوف بس انا اول شيء لازم ازيد عشان اخفف شوي من ستيدي ستيت ايرور فبقدر ازيد كي كمان
فراح نزيد كي كمان مثلا ارفعها لتسعة وراح نقيس الان الرايز تايم. لاحظوا تسعة يعني بضرب الايرور الحالي بتسعة، ما بتذكر ايش كان عندي بالاول، ما في ميموري. هلا خلينا نطلع على السيستم. هي بدا يصير عندي اوفر شوت. هلا صاحب المصنع عم بتطلع بقول شو الاوفر شوت هذا اللي صار، اوكي؟ ما عمره صار عنده اوفر شوت قبل هيك. خلينا نشوف اول شيء قيمة الرايز تايم، فبنعمل زوم على الاكس اكسس. خلينا نشوف قديش قيمة الرايز تايم. هلا الرايز تايم عندي احنا بدينا من واحد مظبوط؟ وعماله هو بيقطع. هلا هون تعريف الرايز تايم اختلف عن اول، لانه السيستم صار اندر دامت، فصار التعريف ايش؟ من زيرو لحد ما بيقطع الفاليو النهائي اللي بده يوصل له، اللي هو تقريبا 3.5 مش هيك؟ عفوا 2.5 0.35، لانه هي 1.35 بطرح منها 1 بصير 0.35، يعني 350 ملي سكند. بس احنا قديش بدنا؟ 200. طيب خلينا نزيدها ونشوف بعدين شو بيصير بالاوفر شوت. هاي فكره شغله جديده طلعت عندنا الاوفر شوت. فاحنا هون بنحكي 10 هلا اذا بنطلع هون خلينا نرد نقيس هلا نشوف الرايز تايم شو صار. الرايز تايم صار عندي هلا قل شوي بس مش كثير، بدنا ننزله كمان. فراح نرد نزيد هاي، نزيدها ل 11. هلا قديش صار عندي؟ صار تقريبا هلا 300 ملي سكند، بدي ازيده كمان مظبوط؟ 13 نعملها 12 نشوف ونعمل رن. لسه بدنا زياده كمان، انا راح اعطيها هلا 20 كثير 20، لاني حافظ الرقم. طيب نعمل رن. هو المفروض تدرج ابطا شوي، نمشي ابطا شوي، نمشي 15. خطر طبعا، كي العاليه خطر، خطر في سيستم حقيقي مظبوط. هذا السيستم عمره ما راح يصير انستيبل قد ما تزيد كي مظبوط. ليش؟ حسب الروت لوكس. وين راح يتحرك الروت لوكس؟ راح يقتربوا التنين هذول من بعض ليتقاطعوا بالثلاثة، لأنه الثلاثة هي نص المسافة بين واحد وخمسة، وبعدين إيش راح يعمل؟ راح يطلع بخط مستقيم. لكن خلينا نشوف أول شيء الرايز تايم إذا تحقق عندي هون. تحقق هي 0.2 بالضبط 200 ملي سكند مظبوط؟ إذا الرايز تايم يتحقق. بس إيش المشكلة اللي صارت عندنا الآن؟ أوفر شوت. خلينا نشوف قديش الأوفر شوت. 30 عندي تقريباً 31.5%. اذا المشكله اللي صارت عندنا الان انه عندي اوفر شوت مقداره 31.5%، والرايز تايم بيساوي 200 ملي سكند. اذا هذا الشرط تحقق مش هيك؟ المشكله هون لما جينا اطلعنا على الاوفر شوت، هذا بسبب مشكله في البلانت. الاوفر شوت عالي عالي جدا مش هيك؟ فاجينا قلنا طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا نحاول نعمل كومبرومايز. شو بنقدر نعمل؟ بدنا نطلب من صاحب المصنع يستغني شوي عن ايش؟ عن الرايز تايم، يقبل رايز تايم اعلى بحيث اني انا انزل الاوفر شوت. واجينا قلنا خلينا نحاول مثلا نجيب الاوفر شوت لتقريبا نص القيمه، فخليها 16.5%. لو بدنا ننزل ل 16.5%، طبعا هذا كله صار على كي قديش كانت قيمتها؟ 20. خلينا نشوف لو اجينا نزلنا كي، هل بنقدر ننزل كي لقيمه نزل الاوفر شوت ل 16.5%؟ فراح ارجع هون هلا مره ثانيه وانزل هاي مثلا 15، نرجع ل 12 فرضا ونعمل رن. خلينا نشوف شو بصير بالاوفر شوت وشو بصير بالرايز تايم. خلينا نشوف قديش صار الاوفر شوت هلا. 18 تقريبا 18، ممكن ننزله كمان شوي نحاول نوصل 16.5. فننزله قديش احنا وصلنا؟ 18. نروح ل 11 ونعمل رن. على فكره لو احنا ترانسديوسر له ترانسفير فانكشن، شو بتعطيني على الروت لوكس على الاس بلين؟
لو لها first order transfer function transducer تعطيني كمان بول وممكن تعطيني زيرو هاي بس تعطيني بول لازم يكون البول اللي بالترانسدوسر بدخل معي بالترانسفير فانكشن تبعت الكلوز لوب سيستم. طيب خلينا نشوف هاي تقريبا حققنا اللي بدنا اياه مش هيك 16 16 شوي مزبوط على قديش الفاليو كان هون كان الرايز تايم كان قديش الفاليو 11 وخلينا نشوف قديش الرايز تايم الرايز تايم عندي تقريبا تقريبا 300 تقريبا 300 اذا احنا اللي حققناه على كير خلينا نطفي نطفي هاي لا لا انت احنا بدينا من واحد وصلنا 1.3 بدينا من واحد ما بدينا من زيرو ستيب ما بدت من هاي ايش عارف الله الضوء يا محمود اذا احنا اللي صار معنا صار عندنا الاوبشنز هاي يا اما بنحط كي بتساوي قديش 20 اذا حطينا كي بتساوي 20 الرايز تايم بيصير 200 ملي سكند والاوفر شوت برسنتج اوفر شوت كانت 31.5% او بننزل كي قديش 11 كانت والرايز تايم صار 300 ملي سكند والبرسنتج اوفر شوت قديش صار 16.1% هاي مشكلة اوكي ماشي